حضرتك بتؤمني بالأرواح؟ يعني في جمعية اسمها جمعية الأرواح في إنجلترا، بيحضروا الأرواح ويدخل. هل دي يعني ممكن تكون، لأن مثلا يوسف بيه وهبي قال إنه عمل عملية في هذه الجمعية في رجله وإن العملية نجحت، هل حضرتك تؤمني بالحتة دي؟ أنا سمعت كده، وسمعت برضو على عملية تانية نجحت، إنما أنا فيا طبع، يعني ما أقدرش أقول رأي إلا لو سمعت بودني وتأكدت منه وشفته بعيني، أقدر أقول إن الرأي ده صحيح. السمع كتير قوي، إنما لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة من الشخصية اللي حصلت لها ده. فعشان كده ما أقدرش أقرر حاجة. أنا عندي بس يعني أنا مؤمنة بالشفافية طبعاً، وبالإحساس اللي بيجي للواحد ويتحقق أو يحسه أو حاجة، أكيد. إنما تحضير أرواح يعني صعب أنا أجيب روح متوفية ولا حاجة، أكيد يعني. أكيد. أنا عايزة أقول إن حضرتك فنانة تشكيلية، بترسمي؟ برسم، أو أستاذي صلاح طاهر. والأستاذ صلاح طاهر أستاذ حضرتك، على فكرة هو كان أستاذي أيضا في المعهد، كان بيدينا فن تشكيل. حضرتك استفدت منه إيه؟ أو بتحبي رسوماته؟ جدا. استفدت منه إيه؟ استفدت منه الصبر. الصبر، إن يقعد قدام التابلو يوم واثنين وثلاثة ويرجع تاني يغير حاجة ويبص لها، ويقوم من النوم يبص للوحة. يعني أنا كنت كده، ما أقوم من النوم أفتكر حاجة أو أروح لغاية اللوحة أشوفها وأرجع أنام تاني. والله. حضرتك رسمتي إيه طيب؟ يعني رسمت حاجات كتير قوي، بس أيام ما كنت في الفيلا كان في مكان مخصوص للرسم. لما اتأممت وانتقلت إلى شقة ما بقاش في مجال للرسم، إني أرسم. وبعدين نفسيتي ما كانتش كويسة عشان عندي الصبر بتاع إني أقعد وأرسم. فكنت بروح أشوفه وهو بيرسم بقى. يعني العزاء بتاعي إن أنا كنت أروح له في البيت وأشوفه. حضرتك كنت ترسمي بالزيت ولا بالزيت؟ لا زيت. بالزيت، زيت وألوان وكله. مدام مديحة معانا مانشيت بيقول عبد الوهاب لم يحب ليلى مراد، كان مجرد هزار. حضرتك اللي قلتي كده؟ لا طبعا، ما كانش بيحبها. لا 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 لا، كانت صديقة عزيزة جدا جدا، ومعانا في المجتمعات ومن في الاجتماعات اللي بنقعد فيها مع بعض يعني. طب انا عايزه اسال سؤال، ليه دايما يعني الفنان يتناولوه بالاشاعات دايما؟ هل ده ضد ولا عشان اسماء كبيره؟ عشان اسماء كبيره ومعروفه بالنسبه للناس، والتترات ديت بتهم الناس، وبيشتروا الجريده وبيشتروا المجله. بقول كلمه لاحدى عظيمات السينما المصرية، السينما العربية قصدي عامة، والكلمة لسه لازالت بتتردد في وداني. سمراء الشاشة، لازلت سمراء الشاشة العربية الجميلة اللي كلنا بنحبها وبنعتز بيها وبأدائها الرائع الجميل. بقول لحضرتك أولا كل سنة وانت طيبة، وحشتينا جدا، وظهورك قليل قوي قوي، يعني مفيش اي مانع ابدا انك انت دلوقتي نشوفك في اي عمل جميل، نتمتع بادائك الرائع الراقي الجميل اللي بيفكرنا بالايام الحلوه. على فكره انا اسمي سمير غانم، كوميديان معروف، لو حضرتك مش متابعه او ما حدش قال لحضرتك افتكري أنا اسمي سمير غانم ومن جمهورك اللي بيحبوك. شكرا. طبعا سمير من بيحبوك فعلا. ما عارفة احنا هنسجل فأصر يقول لحضرتك كلمة يعني. والله. طب ايه الكلمة اللي تحبي تقوليها لسمير غانم؟ تحبي تقوليه؟ أقول له ربنا يديله الصحة ويسعد دايما الناس، ويسعدهم بالبسمة اللي هو بيديها لهم لحد دلوقتي. الله، كلمة جميلة، كلمة جميلة يا سمير غانم. من سمراء الشاشة.